السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. طبعا هو دي تاني حلقة من البرنامج. يعني عايز أدي حضراتكم الأول نبذة عن البرنامج، هو باين من اسمه يعني أولادي جننوني. في البرنامج ده هندي لمحة بسيطة يعني عن مثلا لو في مشاكل مع الأطفال، سواء مشاكل نفسية، سواء مشاكل عصبية، سواء مشاكل مثلا في الغذاء أو كده، كل ده هنعرفه وهنتكلم عليه في الحلقات بتاع البرنامج. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن التنمر عند الاطفال، وطبعا دي كانت حلقه مهمه جدا، يعني شاهدناها في معظم المسلسلات اللي كانت دراما رمضانيه، كانت حاولت تتناول المشكله دي وهي موجوده. وامبارح اتكلمنا عن الموضوع ده وحاولنا ان احنا نلاقي حلول للموضوع ده وكده. طبعا الاطفال بيكونوا مسؤوليه الناس الكبار، فالناس الكبيره دلوقتي هي اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، سواء الامهات او الابهات، وفي الغالب بيكون الام. فالموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هيكون عن التخاطب، على اساس ان احنا نحاول ان احنا نقلل الفجوه اللي دايما بتكون بين الاب وبين الطفل، او بين الام وبين الطفل، لان طبعا عارفين احنا الاجيال وعارفين احنا مثلا الفرق السن اللي بيكون بينهم وبين بعض. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومشكله بتقابل كتير جدا من الامهات، ان هي ما بتعرفش ازاي تتعامل مع طفلها، او ازاي ان هي تعرف ان هو عنده مشكله في الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هنتكلم النهارده عن التخاطب، يعني مشاكل التخاطب عند الاطفال. وهتكلمنا اكتر عن الموضوع ده ومشرفانا في الاستوديو على الهواء مباشره الدكتوره لمياء محمد العسال، استشاري التخاطب عند الاطفال. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. في البدايه عايزين نعرف ونعرف الساده المشاهدين يعني التخاطب يعني بشكل عام يعني ايه؟ عدم تواصل بطريقه سليمه، يعني بكلم ابني ما بيردش، بكلم ابني بيرد في حته، بساله على حاجه بيرد في حته تانية خالص، ما بيقدرش يبص في عينيا وانا بكلمه. فاي حاجه بتعوق التواصل بشكل سليم ليها دعوه بامراض التخاطب. تمام، ده سواء سمع او كلام او طبعا دي اسبابه. يعني انا لما باجي بشوف الطفل واشوفه هو ليه ما بيتواصلش بشكل سليم، بنبتدي بنبحث عن السبب. فقد يكون السبب إدراكه، قد يكون السبب في سمعه، قد يكون في عدم قدرته اللغوية على التعبير السليم. هي دي أسبابه. عنده عيب خلقي وإحنا ما خدناش بالنا منه. يعني كتير جدا بنواجه كمان إن الطفل بيبقى عنده مشكلة نفسية شوية، مش عارف يلاقي نفسه مثلا في وسط اخواته اكبر منه، بيتكلموا اسرع منه، عارفين يعبروا بسرعة، فهو مش قادر يعبر بنفس السرعة دي وبنفس اللغة بتاعتهم. احنا هنتطرق للاسباب يعني بالتفصيل خلال الحلقة. بس في البداية، طيب هي التخاطب دي مشكلة للاسف ان الاهل بيكتشفوها متأخر، فيعني احنا عايزين برضو نعرف الاهل ازاي يكتشف ان ابنه او بنته عنده مشكلة في التخاطب. في اعراض مبكره جدا، يعني بمعنى ايه؟ الطفل ابني اتولد مثلا، لقيت ان هو ما بينتبهش للصوت، الباب خبط والولد ما بصش، حاجه الولد نايم على السرير، حاجه جامده وقعت جنبه والولد ما صحيش. اوكي، الولد ما بيلغيش زي اللي في سنه، يعني ما بيتكلمش، يعني لا مش ما بيتكلمش، احنا بنتكلم على الاعراض المبكره. الاعراض المبكره خالص، لسه الكلام يعني المفروض عند 6 شهور يبتدي يلاغي كده، لا الطفل ده ما بيلغيش زينا. اوكي، نبتدي شويه سنه كمان يبتدي يبقى ليه بعض المفردات اللغويه البسيطه جدا، لا الطفل ده ما بيقولهاش، ما بيقولش حاجه خالص. بنادي عليه ما بينتبهش، ما بيبصليش، ولكن مثلا ممكن يكون في برنامج معين في التلفزيون، مثلا كرتون او اعلان معين، لو اشتغل الطفل يجي جاري من الاوضه الثانيه يتفرج عليه، ولكن لما انا اكلمه غير منتبه ليا. ففي علامات مبكره عشان ابتدي اقول لا انا لازم اطمن ان انا مش متاخر، ان انا ما عنديش مشكله، ان انا في السليم ومحتاج اعمل ايه. طيب انا يعني الام مثلا في البيت او الاب، يعني هو مثلا هيجي يكلم الابن مش هيرد، طب هو ازاي هيقدر برضه يحدد يعني مثلا يروح لدكتور انف واذن ولا يروح دكتور تخاطب الاول؟ لان دي حاجه مهمه جدا. طبعا اول حاجه، احنا الطفل لما بيتولد بيبقى دلوقتي روتين ان احنا نعمل له السمع. اوكي، ولكن مش معنى ان الطفل كان بيسمع وهو صغير انه يبقى بيفضل بيسمع. فاحنا الاول احنا بنطمن من الاول خالص، ممكن يكون بيسمع وهو صغير وفجاه يروح مثلا منه السمع، ممكن يحصل طبعا. دي تبقى مشكله تخاطب بقى. كلها مشاكل تخاطب. ما هو لو الطفل مولود اصلا ما بيسمعش،
الطفل ده محتاج التدخل المبكر عشان ما يتأخرش في اللغة. لو عندي عامل وراثي، يعني أنا مثلا متجوزة حد قريبي وأنا عارفة إن في العيلة مثلا عندنا أمراض معينة بتأثر على السمع، فأنا بالتالي لما أجيب طفل لازم يبقى دايما عندي الوعي إن أنا أكشف عليه والتدخل المبكر ليه، عشان تشخيصه المبكر بيساعد إن الطفل ده ما يتأخرش. طيب يعني سبب تواجد مشكله التخاطب عند الاطفال، يعني حضرتك دلوقتي قلتي وراثي، طيب هو ممكن يكون وراثي ولا ممكن يكون مثلا مشكله صحيه او مثلا عنده عيب خلقي مثلا؟ طبعا هي في يعني المشكله ممكن تبقى وراثيه، ممكن يبقى عامل البيئه، ممكن يبقى حاجه مختلطه يعني الاثنين مع بعض، ممكن يبقى عيب خلقي في الطفل واحنا ما خدناش بالنا منه او ما اكتشفناهوش، وفي طبعا حاجات بتكتشف منذ الولاده زي الخنف المفتوح والكلام ده كله. فطبعا هي اسباب متعدده. في اسباب تاني غير الاسباب اللي انا ذكرتها لحضرتك دي؟ لا هي دي اكتر الاسباب الموجوده. طيب في اختبار معين مثلا بيتعمل عشان الطفل، يعني نقدر ايه الاختبار؟ يعني ممكن مثلا الام تعمل في البيت اختبار معين ولا لازم تيجي مثلا تروح للدكتور؟ لا يعني هقول لحضرتك حاجه، الام مثلا لما اول ما بتشك بتبتدي تبقى طبعا ما بتبقى محتاجه انها تطمن. اول ما بيجي لي طفل ما بيتكلمش، اول حاجه لازم ابتدي اشوف هو فعلا بيسمع ولا لا، فلازم يعمل اختبارات السمع. اتنين لازم اشوف ادراكه، هو الطفل ده قدرته الادراكيه زي عمره طبيعي ولا متاخر شويه. يعني ما هو ما بيردش عشان هو ما عندوش ادراكه، مش قادر يفهم السؤال بتاعي، مش قادر يفهم الاوامر بتاعتي ولا لا هو فهم، فلازم اعمل اختبار ذكاء. واختبارات للذكاء انواع كتير جدا، يعني حتى الطفل اللي عنده ضعف سمعي له اختبارات ذكاء معينه تقدر تقيس فيه القدرات العقليه بتاعته. مش كلها زي بعض. تالت حاجه لازم اسمع كويس قوي البيئه اللي الطفل محطوط فيها، يعني لو طفل ما عندوش اخوات في بيئه مغلقه محدش بيكلمه كتير، طول النهار قاعد قدام التلفزيون، ما بيروحش حضانه، دي مش بيئه الطفل تساعد الطفل على اكتساب لغه. صح. عكس طفل تاني اخواته عنده 3-4 اخوات بيروح حضانه، مامته بتكلمه كتير جدا، فبالتالي هو هنا في بيئه تساعده على اكتساب اللغه. يعني حضرتك تقصدي لو الطفل مثلا هو يعني مولود ما عندوش اي حاجه وهو مثلا قاعد لوحده يعني عدد سنين معين، حضرتك تقصدي ممكن يجي له مثلا امراض التخاطب؟ طبعا هو ده اللي احنا بنقول، ايوه هي دي اللي احنا بنقول بيها الاسباب البيئيه. في بيئه بتساعد الطفل انه يقدر يكتسب اللغه. يعني لو الطفل مثلا متواجد في حضانه مثلا للتنميه اللغويه او الكلام ده تقدر ان هي تساعده ان هو يتفادى مثلا مشكله التخاطب؟ طبعا، وساعات كتير جدا لما بيجي لنا اطفال صغيره قبل ما بنستعجل في قرار ان هي تاخد الجلسات التخاطب، بالعكس بنديها زي ايه وعي بيئي للاب والام ازاي يتعاملوا معاه في البيت، وفي نفس الوقت بننصح بدخول الحضانه مبكرا، لان الحضانه زي حياه اجتماعيه الطفل بيقدر يتواصل فيها مع اطفال في نفس العمر الزمني بتاعه، وفي نفس الوقت بيكتسب الخبره بتاعته. يعني زي ما بنقول ايه حاجه مصغره من المجتمع. فبيقدر يتفاعل فيها. أي. طيب في دلوقتي يا دكتور يعني اهالي كتير بيكونوا سبب ان هم يكبروا المشكله اللي عند الطفل، مشكله التخاطب. يعني انا مش هقول انهم بيكبروا، هم بيتعاملوا مع المشكله بطريقه مش صحيحه، فغصب عنهم هو فاكر كده انه بيحفز الطفل. بمعنى ايه؟ اتكلم كويس، قول الجمله على طول، قول ورايا، مش هديك الميه غير لما تقول ميه، فهو فاكر ان هو بيحفزه. ولكن للاسف ساعات احنا بدون ما بنقصد هو بيبقى رد فعله عكسي، انا مش قادر اقول، فبالتالي الطفل بيمتنع عن التواصل لانه ادرك ان انا ما عنديش القدره ان انا اقول اللي حضرتك عايزه. فبالتالي الطفل بيسكت. فهو الاب والام ساعات بيتعاملوا مع المشكله بطريقه خاطئه، هو مش قصده ان هو يقص عليه، هو فاكر انه بيحفزه. وساعات برضه بيصغروا، بيحاول يصغر من المشكله اللي عنده، يقول ده ما عندوش حاجه، ده كل العيال كده. ايوه كلمة دي بتتقال كتير يعني جدا. بس هي اكتر كمان من دايما الجد والجده، يعني دايما يقول لك ايه لا ده بكره هيتكلم، ده مش عارفه ايه كده. لا انا مش ضد المبدا ده، ولكن امتى؟ لما اتاكد ان الطفل بتاعي سليم، ما عندوش حاجه تعيقه من ان هو يكتسب اللغه،
ساعتها نقول مثلا، لان فعلا في عائلات كتير جدا الكلام بيحصل فيهم ان هم بيتاخروا شويه، تلاقي الاب والام قالوا لك ايه احنا اتاخرنا، اخوك كبير اتاخر في الكلام بعد كده كويس. فالاول اتاكد ان طفلي لا يعاني من اي شيء يمنعه ان هو يكتسب اللغه. اما انا ما اقدرش ان دي تبقى البدايه عندي. يعني طيب ازاي حضرتك مثلا الاب والام يتعاملوا ازاي مع المشكله دي، ان هم ما يكبروش المشكله عنده ولا ان هم يتجاهلوها؟ اول حاجه الاول نشوف تفاعل الطفل. تفاعل الطفل مش بس مع الاب والام، تفاعل الطفل مع اطفال زيه، يعني مثلا بيعرف يتفاعل في الحضانه ولا دايما واخد جنبه وبيلعب لوحده، بيتفاعل مع المدرسه بتاعته ولا لا، بيتفاعل مع والدته ووالده ولا لا، بينفذ اوامر ولا لا. يعني ممكن الطفل ما بيتكلمش ولكن بينفذ اوامر، هات الريموت بتاع التلفزيون، يروح جري يجيب الريموت بتاع التلفزيون. التواصل البصري بتاعه، يعني لما حضرتك بتكلمه بيبص في عينك ولا لا، فاهمني حضرتك ازاي؟ ففي حاجات تطمني، فاهم ازاي؟ ابتدى لا الطفل بيلاغي، في حاجات ابتدى يطلعها، ما بيطلعهاش بشكل سليم بس ابتدى يقول كلمات، يعني مثلا هو عربيه مثلا اول ما هيبتدي يتكلم اكيد مش هيقول عربيه بس ممكن يقول لك بيا هي بتاعتي، ابتدي الكلمات الفرديه ابتدي يعملها جمله من كلمتين، فيبتدي يبقى في تطور. انا شايفه ان الطفل بيتطور، مش اكتسب حاجه ووقف، او اكتسب لغه وبعد كده ابتدى يفقدها، يعني كان بيقول بعض المفردات وبعد كده الطفل نسيها. كان بينادي على باباه، كان بينادي على مامته، يقول باي، يقول امبو، وبعد كده ما بقاش بيستخدم. انا اخليه ازاي يفضل يستخدم الكلمات دي؟ بان انا بزود له. انا دايما بتكلم مع الطفل بتاعي. الطفل مش التلفزيون او الالعاب الالكترونيه ليست وسيله تعليميه في المراحل الصغيره، لا، اهم حاجه ان دايما ان انا العب مع طفلي واتكلم معاه، بمعنى كل حاجه قدامه بشرحها له. يعني شاف قطه، ايه ده قطه، بص قطه، فهمت؟ قطه، قطه كبيره، قطه صغيره، ابتديت ادرك وانبهه لحاجات معينه وابتدي اعلمها له بطريقه الكلام. لازم الام تبقى قاعده مع طفلها وبتتكلم معاه كتير جدا اكنها طفل كبير قدامها، بس بمراعاه اللغه المستخدمه. بمعنى يعني اللغه قريبه منه. طبعا قريبه منه بحيث ان هو يفهمها. تاني حاجه دايما نتكلم على حاجه قدام الطفل، يعني ما ينفعش ان انا بتكلم على قطه والطفل ما فيش قطه قدامه، فاهمني ازاي؟ الالعاب البسيطه اللي الطفل كان بيلعب بيها، الحيوانات، الخضار والفاكهه، هي واقفه في المطبخ مثلا بتعمل سلطه او حاجه، قاعده بتقول له هات الطماطم، هات الخيار، يلا هنقشر، يلا هنقطع، مش عارفه ايه. فابتدي ان انا في نفس الوقت هو بيساعدها، في تواصل بيني وبينه، في لغه بيني وبينه، فبالتالي هنا الطفل بيبتدي ادراكه يزيد ويبتدي يبقى عنده حصيله لغويه. ما ينفعش تبقى كل لغتي مع الطفل امر، لان الامر بينفذ. يعني بمعنى ايه؟ اغسل ايدك، هو غسل ايده، فين التواصل هنا؟ صح. طيب احنا عايزين حاجه ناخد بس اتصال تليفوني. اتفضلي دعاء. الو. طيب ماشي. طيب حاولي تتواصلي معانا تاني يا دعاء، بس كان في اتصال بس قطع. حضرتك اتفضلي كملي. فدي مهمه قوي. طبعا الطفل لما بيبقى عنده اخوات بيبقى الوعي زيادة شوية. ليه بقى؟ لأن الأم بتقدر تقارن ما بينه وما بين أخوه في السن ده كان بيعمل كذا. بتبقى أصعب شوية في اللي لسه ده أول طفل ليهم، عشان لما يكون أول طفل ليها طبعا. فبتبقى خبرتها أو ما عندها كمان ما شافتش مثلا ولاد أخوها أو ولاد أخوها أو الحفيد، فبالتالي الإدراك هنا بيبقى أقل. حضرتك تقصدي إن التخاطب دايما بيكون بنسبة كبيرة في أول طفل بس؟ لا مش شرط. مش شرط. انا بتكلم على الوعي الام. لما الام بتبقى عندها مثلا شافت ولاد اخواتها، شافت ولادها قبل كده، فبالتالي لما الطفل بيبقى متاخر بيبقى وعيها للمشكله أكبر. بدري شويه تقول لك ايه، لا انا اخوه في السن ده ما كانش كده، فاهمني حضرتك ازاي؟ عكس لما يبقى الطفل الاولاني بتاعها، صح، فما بيبقاش عندها خبره انها تقارنه بحد تاني، بالذات ان لو الطفل ما بيروحش حضانه فهي مش شايفه الاطفال اللي في نفس المرحله العمريه دول بيتكلموا ازاي او بيعملوا ازاي. صح. فبالتالي دي نقطه هنا. ودايما اقول لو حصل ان انا متردد، حاسس ان في مشكله، الاطمئنان احسن وسيله. يعني هو مش معنى ان انا ان انا رحت للدكتور يبقى هو عنده مشكله، ان عنده مشكله، ولكن انا مطمن، زياده طمانينه. ولو عندي مشكله التدخل المبكر خير وسيله.
صح. يعني حضرتك تقصدي ان احنا لو بدانا العلاج مثلا بدري طبعا يعني مثلا لو طفل ما بيسمعش واول طفل عندنا وما عندناش اي هيستوري تقول لنا ان الطفل ده كان معرض ان هو يصاب بضعف سمع ولكن اكتشفنا ان الطفل ده ضعيف السمع لما ركب له السماعه بدري وابتدي ادخله التخاطب بدري لغته هتبقى قريبه جدا للاطفال اللي في نفس المرحله العمريه بتاعته صح. اما لما انا اركب له السماعه متاخر اكتشفت متاخر جدا والمفروض دلوقتي يتكلم يعني في سن مدرسه والمفروض يتكلم ولسه ما بيتكلمش هبتدي اركب له سماعه وابتدي طبعا هيفضل في فجوه في التخاطب بينه وبين الاطفال اللي في نفس المرحله العمريه بتاعته صح. طيب احنا دلوقتي يا دكتور عرفنا اسباب المرض وتشخيصه، عايزين نعرف دلوقتي يعني ايه علاج التخاطب؟ علاج التخاطب على حسب المشكله اللي فيه. تمام. يعني مثلا لو هي مشكله سمعيه فلازم الطفل طبعا يتشخص صح. يلبس السماعه المناسبه ليه. لو في عمليه جراحيه زي مثلا زراعه قوقعه تبقى طبعا التدخل فيها مبكر. التاهيل التخاطبي حاجه مهمه جدا جدا مبكر. عيب خلقي في الفك واللسان وبيعمل خنف او كده طبعا ده بيبقى احنا بيبقى دايما بنقول فيه تيم ورك في الكلام ده طبعا تيم من كذا تخصص معين كذا تخصص بالذات الحاجات الجراحيه ممكن حضرتك تقصد ان في بيكون في تدخل جراحي يعني طبعا بيبقى في تدخل جراحي وبعدها بيبقى في التاهيل التخاطبي البيئه لو انا مثلا شايفه ان الولد ده مش في بيئه تساعده طبعا بحتاج ان انا اقعد مع الاب والام بديهم ارشادات اسريه ازاي يتعاملوا مع الطفل ازاي نعلمهم ازاي يعلموه اللغه بنصح بدخول حضانه مبكر وبتابع الطفل يعني انا ساعات بنقول ايه احنا هنساعد الطفل ان هو يكتسب من البيئه بس انا ساعات بعلم البيئه ازاي تبقى أرض خصبة إن الطفل يقدر ياخد منها. يكتسب من البيئة نفسها الأشخاص المحيطين بيه. وإخواته إزاي يكلموه إزاي يروح الحضانة وإزاي يتفاعل مع أطفال زيه ويبتدي يقلد ده كله. وابتدي أتابع الطفل أشوف تطوره هل فعلا الطفل لما اتحط في بيئة سليمة الطفل ده خلاص قدر تو كاتش مع الإيج بتاعه وقدر إن هو يكتسب ولا لأ. الإرشاد الأسري ده حاجة مهمة جدا في التخاطب. ده هيكون للاب والام بقى طبعا يعني حضرتك تقصدي ان جزء من العلاج بيبقى منه ان انا بقعد مع الاب والام وبفهمهم يتعاملوا ازاي مع الابن حتى الاطفال اللي بتاخد جلسات تخاطب مش معنى ان هو بياخد جلسه تخاطب ان ما فيش دور للاب والام بالعكس احنا كلنا بنكمل بعض يعني بس هي مراحل يعني في مرحله بتبقى محتاجه بس الارشاد الاسري ومتابعه للطفل من ضمن العلاج يعني وبعد كده يعني بشوف الطفل وتطوره ساعتها بقول مثلا ممكن ياخد جلسات او لا الطفل بياخد جلسات فعلا بياخد جلسات تخاطب مش معنى ان هو بياخد جلسات تخاطب ان هو ما فيش دور للاب والام لا بالعكس احنا بنزود وبنتعاون مع بعض عشان نجيب احسن نتيجه ممكنه دي برضو حاجه مهمه جدا تاني حاجه المدرسه المدرسة بتساعدني جدا 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 انها تساعد الطفل انه يندمج مع زمايله يعني بالذات وبتشجعه ان الطفل مثلا لغته اقل شوية من اللي في سنه فلما بيخش المدرسة ممكن ما بيبقاش عارف يتفاعل قوي طيب ناخد اتصال تليفوني محمد الو السلام عليكم عليكم السلام الصباح عايز اكلم الدكتور اتفضل الدكتور معاك اهلا وسهلا اتفضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش هو سؤال يعني يحتمل يكون بعيد عن تخصص حضرتك اتفضل يا فندم انا كنت عامل اشعه بالسبب على البطن وطلع فيه طول في القولون في ايه يا فندم طول يعني طول شويه في القولون يا استاذ محمد حضرتك بتتكلم عن مشكله عن في التخاطب يعني طب هو بس حضرتك معلش يا استاذ محمد احنا اسفين هو الموضوع السؤال حضرتك بس يعني مختلف عن الحلقه شويه فتابعنا على قناه صحه وجمال هتلاقيه برضو ممكن حضرتك تسال السؤال حضرتك عايزه هو بيسال على سؤال مختلف ممكن هيكملي اتفضلي فهي دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها فطبعا الارشاد الدراسي يعني. مهم جدا طبعا لان
في ولاد بتبقى طبعا المشكله متعلقه بالادراك، فطبعا بيبقى ادراكهم اقل شويه من سنهم، فبالتالي بيبقى في بعد كده ضعف دراسي، فطبعا بتبقى يعني لها شكل اخر. حضرتك تقصدي ان مشكله التخاطب بتاثر مثلا على التحصيل الدراسي؟ اه طبعا في مشاكل بتاثر على التحصيل الدراسي. آه مشاكل معينه. اه يبقى متوقع ان هيحصل عندي يعني ضعف دراسي. يعني مش اي حد عنده مشكله في التخاطب هيبقى عنده ضعف في التحصيل الدراسي؟ لا طبعا مش شرط. طب انا هعرف ازاي مثلا انا هعرف ازاي ان الطفل ده مثلا هو ده يعني مش هيبقى عنده مشكله في التحصيل الدراسي؟ يعني لما بنعمل اختبار الذكاء ويبقى مثلا قدراته العقليه مش في القدرات العقليه مش نفس العمر الزمني بتاعنا او المتوقع بتاعنا، اقل من الطبيعي، ببقى عارفه ان هيبقى عنده ضعف دراسي، لان هو قدراته العقليه دي اللي ربنا خلقنا بيها. فاهمني حضرتك ازاي؟ هي مش مكتمل عنده، مش زينا، فبالتالي اللي الطفل بيقدر يستوعبه دراسيا بقدرات عقليه سليمه غير الطفل اللي عنده قدرات عقليه متاثره. صح. طب لو انا عالجت المشكله اللي عنده ممكن يكون زيه زي اي طفل تاني معاه في الفصل؟ الادراك العقلي ولا بمعنى ايه؟ احنا في قدرات ربنا خلقنا بيها حتى بعد انتهاء العلاج، القدرات العقليه احنا بنزود في القدرات المكتسبه وليس القدرات العقليه ما اللي ربنا خلقنا بيها ما نقدرش نتحكم بقى فيها دي خلاص. احنا بنحاول نقلل الفجوه ولكن ما بنعالجهاش. يعني قصدي ان طفل مثلا حصل له نقص اكسجين وتاثرت خلايا المخ وما بقتش يعني في بالذات خلايا المخ زي ما كلنا عارفين هي خلايا لا تجدد، يعني الخليه اللي بيحصل لها تاثر ما فيش خليه ثانيه بتعمل وظيفتها. ايوه فعلا. فاهمني حضرتك ازاي؟ ولكن انا بحاول ان انا يعني ايه اخد احسن وظيفه للخلايا المتبقيه. ايوه. وده الهدف. ولكن هل هو هيبقى زي الطفل كل خلايا المخ بتاعته سليمه؟ اكيد لا. فهنا بقى اختيار، وبعد كده طبعا دي درجات. يعني مش شرط ان كل واحد حصل له المشكله دي ان اصابه خلايا المخ تبقى بنفس الدرجه. طيب. او تليفت تماما. طيب معانا محمد الفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام محمد من القلوبيه. اتفضلي يا محمد. سهل. عندي بنت ابني عندها 7 سنين. ايوه تمام. هي كانت تعبت مره وهي طفله صغيره وجرينا بيها عند دكاتره كتير، بس للاسف اتاخرت في المشي قوي واتاخرت في النطق، دلوقتي النطق بتاعها تقيل وديناها تخاطب عندنا كتير، مش عارفه ما بتتكلمش برضو حلو زي الاطفال اللي في سنها. تمام. اعمل ايه؟ عندها عايزه دكتور عنوان الدكتوره او اسمها عشان ممكن اوديها لها او اعمل ايه؟ عندها اي مشاكل تانيه غير ان هي ما بتتكلمش زي الاطفال التانيه؟ لا بصراحه الحمد لله ما فيش غير هي نطق بتاعها مش حلو، يعني اختها اللي اصغر منها بسم الله ما شاء الله بتنطق حلو قوي. تمام. هي 7 سنين يا محمد صح؟ طيب هي الدكتوره هترد على حضرتك، اتفضلي. هي بتفهم زي اللي في سنها يا محمد ولا اقل شويه من اللي في سنها؟ لا والله الحمد لله، يعني لما بقول لها اديني حاجه ناوليني حاجه، او دلوقتي مامتها بتوديها درس في واحده بتعلمها زي بتوع المدارس، يعني احنا كان المفروض تدخل المدرسه السنه دي ما دخلناهاش. فودتها عند مدرسه بسم الله ما شاء الله ماشيه معاها حلو. حضرتك قلتي انها تعبت شويه، تعبت سخنت؟ كانت سخنت فعلا وهي طفله صغيره. أيوة. وقعدت كام يوم بس يعني كشفنا عليها وجرينا بقى عند الدكاتره بصراحه كتير. ايوه. طيب احنا الطفله دي طبعا هي كانت ماشيه نمو طبيعي، بعد كده حصل سخونه و طيب شكرا ليك يا محمد، هي الدكتوره هترد على حضرتك. وقد تكون حصل تشنجات او حاجه، فبالتالي زي ما احنا قلنا حصل تاثر للوظيفه بتاعه خلايا المخ. طبعا لما بيجي لي طفل زي ده اول حاجه لازم اولا لو هو عامل اشاعات قبل كده ابص عليها. اتنين بعمل بشوف الطفل نظره سمعه ادراكه عامل ازاي، وبالتالي ببتدي بعد كده ابتدي اشوف اللغه بتاعته يعني جملته مخارج الالفاظ عنده مش بس المخارج او الحروف. اولا بشوف الاول اللغه حجمها قد ايه، مفرداته اللغويه قد ايه، تكوينه للجمله عامل ازاي، سياقه اللغوي عامل ازاي، ممكن يكون بيكون جمله وبيقول جمله ولكن سياقها النحوي غير سليم.
مش قادر، ما يعرفش يربط جملتين ببعض، ما يعرفش يحكي لحضرتك حوار او قصه، يقدر يقول جمله بسيطه. ابص على مخارج الالفاظ بتاعته اللي هي مخارج الاصوات، هل بينطقها صح ولا غلط. وبعدين ابتدي اشوف، ابتدي احط الخطه التدريبيه ليه، لان هي هنا بتشتكي ان هو بتتكلم بس بتتكلم مش بطريقه سليمه، مش زي بقيه الاطفال. وبالتالي هنا احنا محتاجين ان احنا نفصص الكلام ده، نشوف هي واقفه في اي مرحله ونبتدي نساعد من هذه المرحله. هي بتقول حضرتك هي سخنت، يعني ده ليه علاقه بالموضوع؟ طبعا لما الطفل بيبقى بيسخن مثلا، ممكن يبقى التهاب مثلا في المخ او حاجه، بيبقى دايما ببقى عايزه اسمع اكتر هي ايه اللي حصل. يعني هي من كلام ام محمد ان الطفله دي كانت نموها طبيعي، بتمشي كويس، او وبعدين تعبت، يعني هي كانت سليمه لحد سن 7 سنين كانت سليمه. لا هي دلوقتي البنت 7 سنين، يعني هي قبل كده مثلا ممكن يكون هي ما ذكرتش امتى حصل المشكله دي. انا قصدي ان هي فعلا لحد 7 كانت سليمه، وتعبت مثلا عن سن 7 سنين، سخنت، تاخر عندها الحركي والادراكي. يعني هو ممكن يكون الطفل سليم يحصله مثلا مرض عضوي وياثر معاه، يجي له مثلا مشكله في التخاطب. طبعا. طبعا زي بالظبط انه ممكن يبقى طفل سليم بعد كده فقد سمعه، خد دواء غلط. طيب يعني في ايه السن المعين ان انا هبقى هاجي عنده هبقى صعب ان انا اعالج الطفل؟ يعني انا متحفزه شويه على الجمله دي. طبعا دايما نقول ان التدخل من بدري هو ده اسلم حاجه، ولكن ما اقدرش وارد. اقول وارد ان الاب والام يتاخروا طبعا، ولكن مفيش حاجه اسمها ان طفل ما ياخدش فرصته في العلاج. يعني مش معنى ان هي 7 سنين ان يقول لا خلاص ما فيش امل، ولكن طبعا لازم ابقى عارف ان كل ما بعدت عن يعني السن كبر بيا والفجوه زادت ما بينه وبين العمر الزمني والعمر اللغوي بتاع الطفل، طبعا بقى اصعب. يعني في عمر معين بيكون صعب؟ مش صعب، النتيجه ما بتبقاش، بتبقى ابطا. يعني فاهمين حضرتك ازاي؟ يعني مثلا لو انا طفل ما بيتكلمش وهو عمره 3 سنين غير طفل ما بيتكلمش وهو 7 8 سنين. لان 7 8 سنين لازم لغته تبقى بشكل معين غير الطفل اللي 3 سنين لغته جمله من 3 4 كلمات. صح. طب يا دكتور، هو العلاج الاول لاي مشكله يعني نفسيه للكبار مثلا، يعني لو حضرتك حسيتي ان الاب او الام اللي هو والد الطفل اللي عنده مشكله في التخاطب عنده مشكله نفسيه، حضرتك ممكن تنصحيه ان هو مثلا يروح يقعد مع الدكتور مثلا نفسي او حاجه يتكلم معاه؟ عند الاب او الام عندهم مشكله نفسيه يعني بتاثر على الطفل؟ طبعا. ما هي دي بقى البيئه. هي دي البيئه. يعني مثلا اب عصبي جدا بيبقى مش عايز صوت، دايما عايز الولاد ساكتين، مش عايز حد يتكلم في البيت، مش عارفه ايه وكده. طبعا بنوجه وسامتايمز طبعا بننصح ان هم حتى بالطفل، ساعات الطفل بيبقى عنده مشكله نفسيه يعني زي مثلا ان هو عنده فرط حركه وقله انتباه، فبالتالي بننصح ان هو ياخد راي حد من المتخصصين النفسيين في هذه المشكله بجانب التخاطب. فرط الحركه اللي حضرتك قلت عليها تبع مشكله التخاطب؟ طبعا فرط الحركه والتوحد وسمات التوحد. المسلسل كان في رمضان. طبعا. فكان في اللي هي الاي دي اتش دي. دي تبع التخاطب يعني. طبعا. وهي كانت عندها مشكله رغم ان هي كانت ذكيه جدا جدا في مواجهه الدراسه وفي التفاعل الاجتماعي في المدرسه. والمسلسل كان هايل في ان هو قدر انه يعني زي ما يقول يسلط الضوء على هذه المشكله، لانها فعلا مشكله بتواجه اطفال كتير جدا جدا، بتواجه اسر كتير جدا جدا جدا، والوعي فيها كان مش قليل، ولكن ما كانتش واخده الوعي الكفايه ازاي نتعامل معاها. بس كده زيزي كده مش هتتعالج خالص. كبرت بقى خلاص. بالعكس، في حد هي خلي بال حضرتك من حاجه، هي واجهت مشاكل في الناحيه الاجتماعيه في جوازها. في الناحيه الاجتماعيه وفشلت فيها. يعني مش شرط يفضل المشكله ليها دعوه بالكلام. ولكن هي التفاعل الاجتماعي هو نوع من التواصل. واحنا قلنا ان التخاطب هو طريقه خاطئه غير سليمه في التواصل، سواء الاجتماعي سواء التخاطبي، حاجات كتير قوي. فهي المشكله في الصغر بيبقى ليها شكل معين وكل شويه بتتبلور بطريقه تانية.
طب يا دكتور، اختبار السمع يعني ممكن يكون بداية اكتشاف المرض أو المشكلة؟ طبعا. ولا الاثنين مرتبطين ببعض؟ طبعا. وساعات ما فيش حاجة اسمها أنا متأكد أن الطفل بيسمع، لا فيش حاجة اسمها متأكد. ممكن يكون بيسمع، السمع ده عندنا رينج، ممكن يبقى بيسمع بس مش كافي ان هو يطلع لغة. ممكن يكون يسمع بس بيسمع بطريقة خاطئة، ممكن يكون بيسمع بس بيسمع أصوات معينة مش كل الترددات بيقدر يسمعها، فبالتالي مش قادر يتكلم. فلازم ألف ب في الروتين العادي جدا لازم أتأكد من مقياس السمع وضغط العظم. قد تكون المشكلة أصلا في بدايتها من هنا، هو سامع بس مش بطريقة سليمة، فبالتالي علاجها هيتساعد ان هو يسمع صح فبالتالي يتكلم صح. يعني لازم الاول ان انا اعمل له مقياس سمع. طب يعني هو بيتحدد ازاي؟ يعني في مثلا يعني حاجه معينه في المقياس ده لو طلعت مثلا اقل من تردد معين مثلا هو كده عنده مشكله في السمع؟ طبعا. في حاجات ممكن بتبقى اقل من الطبيعي، ممكن يبقى ما فيش مشكله فيها، وفي حاجات بتحتاج سماع. وكل الطبيعي قد ايه مثلا؟ احنا يعني طول ما احنا مثلا التسعين ده او السيفير تو بروفاوند ده بيبقى بنوجهه اكتر لزرع القوقعه، وبعد كده بيبقى فيه مايلد هيرينج لاس، مودريت هيرينج لاس، سيفير هيرينج لاس. ده كل واحد، المايلد ساعات بيحتاج سماعه بسيطه وساعات لا، على حسب هو قد ايه. طبعا من بعد كده كله انواع سماعات وانواع هو الضعف السمعي نوعه ايه، يعني مش بس شدته ايه ونوع الضعف السمعي ايه. هناخد اتصال. سوسن اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. دكتور كنت عايزه اسال بس عن ابني، عنده سنتين وست شهور. ايوه. بس كلامه قليل جدا، يعني في يعني مثلا الميه بيقول عليها ميه، يقول عليها يعني حاجه تاني. الميه بيقول عليها ايه؟ دي مثلا حاجه تانية. ميه حاجه تانية. مثلا عايز يخش الحمام برضه بيقول كلام تاني، بس انا عارفه ان هو عايز يخش الحمام. ايوه. كلام مختلف. انا عايزه ازاي اتعامل معاه، اعرف ازاي اتعامل معاه. ايوه. ماشي يا استاذ صوف. الطفل ده عمل لغه لنفسه. هو يعني بيتكلم دي بس بلغه تانية خالص لنفسه، بمعنى الميه وقالها سماها اسم تاني خالص. سماها بايا، وبقى لما يقول بايا مامته تجيب له الميه. خلاص هي فهمت ان كلمه بايا دي هي دي الميه. طيب هي تتعامل معاها ازاي بقى؟ فحفزت حفظ هذه الكلمه. بالعكس ساعات الاب والام بيبقوا مبسوطين قوي بالكلمه، فبيحصل ايه؟ هم كمان بتثبت عنده، هم كمان بقى ما بيقولوش ميه، بقى يقولوا بايا زيه. فاهمين حضرتك ازاي؟ لا هي دكتور هي قصدها حاجه، هي قصدها ان هو بيقول كلمه مختلفه تماما خالص. ايوه. ما هو عمل يعني لغه لنفسه، مش بيدلع مثلا كلمه ميه، لا هو بيقول اي يعني اي كلمه تانية، سماها اي حاجه تانية. يعني حتى اخواته حتى كده عمل لغه لوحده، زي ما بنقول ايه لغه طفوليه كده. هو عمل نفسه لغه ليها ادراك معين وليها كلام معين وليها مفهوم معين بالنسبه له، وهم صدقوا عليها، فبالتالي ابتدت خلاص هي دي اللي تبقى محفوظ عنده. لا ده مش صح. المفروض لما يقول لي مثلا بايا زي الميه، انا ما بنطقش الكلمه الغلط، لا انا بقول الكلمه الصح، ميه نشرب ميه. انا بدي الكلمه الصح، ما بحفز ان يحصل تخزين للكلمه الغلط. فاهمني حضرتك؟ أيوة ازاي؟ ايوه صح كده. بيقول مثلا اي حاجه تانية، بينادي اسم اخوه غلط، هو اسمه محمد مثلا وهو الاسم صعب عليه، فيقول له ايه دادا، فبقينا بنقول لمحمد دادا زي ما هو بيقول له. لا احنا كده بنساعده، احنا بنساعده وبنخزن الكلمه الغلط. وهي المشكله ان هو لما بيتخزن ابتدى يستخدمها، عمل توظيف ليها فابتدى يعيدها خلاص. فلما كل ما اجي اقول لك دادا، انت عارف ان انا قصدي ان انا عايزه محمد، فبالتالي انت بتبتدي مره واحده تقول له لا، هو ما يعرفش كده. فبالتالي لا، هو محتاج ان احنا نبتدي، يعني هو بيقول لها كلمه غلط، احنا بندي الصح ونبتدي ندخلها بجمله بسيطه بحيث ونكرر كتير، ما نقولش للطفل قول. طيب يا ماما ناخد طيب ام مواصله معانا ونكمل. اتفضلي يا مواصله. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. معايا طفلي انا سنه. ايوه. بس شاقي شقاوه، شاقي شقاوه شقوي. واي حاجه في الارض ياكلها، اي حاجه في الارض، اي حاجه في الارض ياكلها.
شقي ازاي يا ام اصاله؟ شقي ازاي؟ وعاوزه اعرف ازاي سامعك كويس ولا لا؟ افندم معلش شقي ازاي يا ام اصاله؟ الدكتوره بتقول لحضرتك شقي ازاي؟ يعني مثلا بتجاز يروح لاي حاجه سخنه اي سكينه. اه طيب وانتباهه عامل ازاي يا ام اصاله؟ يعني لما بتزعقي مثلا او تقولي له لا بيقف؟ ما بسمعش الكلام. طيب بينتبه ليكي يا ام اصاله لما بتناديه؟ لا ما بينتبهش عليا. قاعد قدام التلفزيون كتير؟ لا. طيب عنده اخوات؟ ايوه عنده اثنين. اكبر منه بقد ايه؟ واحده عندها 11 سنه. 11 سنه؟ اه طبعا ده فرق كبير جدا ما بين الاخوات. والثانيه؟ الثانيه عندها 7. طيب بيروح حضانه؟ لا بقول لا ما بيروحش حضانه. طيب ماشي خليكي معانا يا ام اصاله وانا هرد لحضرتك على السؤال حالا. الدكتوره هترد على حضرتك يا ام اصاله. شكرا. طبعا لما بيبقى الفرق احنا عايزين نكمل سؤال بتاع استاذة سوسن. هي طيب تتعامل معاه ازاي اللي هو يعني تغير له كلام ازاي؟ زي ما انا قلت احنا بنقول الكلمه السليمه ما بنقولش للطفل قول، يعني ما ينفعش مثلا كده، ولكن انا بوظفها بكررها كتير. ميه تشرب ميه، ميه في الكوبايه، ميه حط ازازه الميه، هات ازازه الميه. انا حاول اغير له النطق خالص بقى بس وبكرر الكلمه كتير جدا خالص. يجي يقول طب هو يا دكتور هيجي يقول الكلمه القديمه تاني أيوة انا سيهاله ازاي بقى؟ ميه التكرار بيمحو، هي من كتر ما هي بتكرر الكلام وبدون ما تقول له قول قول، لا مش هديها لك غير لما تقول، دي طريقه خاطئه. الطفل هيسكت تعمل ايه طيب؟ او هيعند هيفضل يقول القديمه. امان لازم احسسه ان لا ده احنا كبار، ده احنا برافو، فيجي يقول لك ايه، هي قريبه من ميه، وابتدى يفقد الكلمه الثانيه اللي ملهاش اي معنى. فاهمني حضرتك ازاي؟ فبالتالي هيبتدي برافو ايه ده شاطر، وابتدي انمي واعيد واكرر، فبالتالي انا بشيل المخزون وبحط بداله. صح. اما انا النقطه في ايه؟ انت هتكرر ايه اني الاكتر؟ اللي هتكرره اكتر هو اللي هيتخزن اكتر. صح. فاهمني حضرتك ازاي؟ وهيمحي الكلمه الثانيه. طبعا. بياخد وقت شويه، يعني انا لما ابتدي ادي للطفل كلام هو اصلا ما عندوش مخزون، غير لما ادي له كلام وهو عنده مخزون غلط. المخزون الغلط ساعات بياخد من الطفل وقت اطول عشان صح. يقدر ينساه. فاهمني حضرتك ازاي؟ فدي مهمه جدا. تمام. فالتكرار في الحاله بتاعتنا هنا احسن وسيله، ان انا ما اكررش الكلام الغلط. انا اقول الكلام الصح، مفيش حاجه اسمها اصلا انا فاهمه قصده ايه. يعني هو لما كان بيقول هتزودها عنده اكتر. طبعا. طبعا اودي له الحاجه بالكلمه اللي هو قالها من غير ما اصلحها. لا ده مش يبقى انا اي كلمه الغلط انا اصلحها له وادي له الحاجه اللي طبعا. هو عايزها. طبعا واكرر كتير. تمام. طيب ام اصاله بقى عندها مشكله عندها كبيرة. طفل سنه. لما سالنا على الاخوات لقينا ان الفرق العمري ما بين الاخوات كبير قوي. ناخد بالنا من الحكايه دي. ساعات يقول لي ايه هو تالت طفل، زي ما احنا كنا بنتكلم في الاول. ان لما بيبقوا في اخوات ده بيساعد الطفل انه يكتسب لغه. لما بيبقى الفرق العمري في الاطفال كبير انا بعتبر الطفل ده زي الطفل الاولاني جديد خالص، اول طفل. طيب. لان هنا فرق اللغه وفرق الادراك كبير قوي. الطفل cannot catch كانه اب او ام مش هيقدر. يعني طفل 11 سنه فيه 10 سنين فرق، ده كبير، ده ليها حاجه وده ليها حاجه. فاهمين حضرتك ازاي؟ فهي بالنسبه لها زي الطفل الاولاني. تاني حاجه طفل شقي قوي. يعني ايه شقي قوي؟ ما هو الطفل لما انا ما بديلوش ولما بيردش عليها. اول حاجه لما اجي اكلم الطفل لازم ما بيكونش بيعمل حاجه، بمعنى الطفل قاعد بيلعب بالعربيه بتاعته. اوكي؟ بنادي عليه ما بيردش، انا باجي قدام الطفل، دايما بحاول اخلي عيني في عين الطفل وانا بكلمه، مهمه قوي الحته دي. مفيش حد يكلم طفل والطفل مش منتبه ليه، لا دايما عيني في عين الطفل بتاعي، ودايما يعني بحاول ابدا الحديث بحاجه جذبه الطفل. ايه ده تعمل ايه؟ ايه ده الله عربيه، ما دام هو بيلعب بالعربيه بتاعته وانتباهه مع العربيه بتاعته وعمال يلعب بيها، فيبتدي يبص لي. هنا ابتدي اتحور معاه، ما بلاش الكلام مع الاطفال والطفل مش منتبه ليه. طبيعي ان الطفل بيلعب بحاجه وانا واقفه في المطبخ بنادي عليه مش هيجيلي. فدي مهمه جدا. طيب شقي قوي طفل مثلا بيمسك اي حاجه
طبعا لازم هنا ابقى عارفه البيئه، هل انا بوجه ده غلط ده كذا، ولا انا متخيله ان الطفل لوحده هيبقى عارف. في اهالي كتير قوي تقولي لا انا ما قلتلوش، بس هو مش ممكن ما يكونش عارف ان دي بتلسعه. لا، ما هو طفل مش عارف. صح، مش عارف. لازم انا اللي اوجه الاول. اوكي. اتنين، طبعا لازم ابقى منتبهه جدا ان الطفل مش قاعد بالساعات لوحده، ومش قاعد بالساعات قدام اي حاجه شاشه لفترات طويله، فبالتالي عندي مشكله ان الطفل مش عارف يتواصل. فاهمني حضرتك ازاي؟ دي مهمه جدا. طفل كمان البيئه بتاعته، يعني طفل ما بيخرجش، ما بيروحش في حته، ما بيلعبش رياضه، ما بيروحش حضانه، ما طبيعي الطفل عنده طاقه. لو انا ما عرفتش اوظف الطاقه دي بطريقه سليمه، طبيعي ان الطفل هيبقى شقي. يعني يروح حضانه وعنده سنه عادي؟ بس حضرتك ما دام ما فيش مشكله يروح الحضانه. يعني انا دايما بقول الحضانه بدري دي حاجه كويسه جدا للاطفال. يعني انا مع هذه الفكره. تمام. طيب امتى يبقى الشقاوه دي شقاوه مرضيه؟ يعني انا ابتدي بقى لا انا محتاج هنا بقى تدخل. اعرف ازاي بالظبط ان هو عنده طبعا في عمر السنه دي يعني بدري شويه ان احنا نقول، ولكن لما يبقى الطفل في كذا موقف لا، يعني هو مش شقي في البيت وهادي في المدرسه، ما ينفعش. صح، فاهمني حضرتك ازاي؟ ولكن المدرسة بتشتكي ان الطفل غير قادر انه يقعد زي كان في المسلسل. صح، فاهمني حضرتك ازاي؟ ما بيقدرش يقعد في الفصل علشان كده جابوا الشادو تيتشر. فاهمني حضرتك ازاي؟ البيت الطفل ما بيقعدش فيه، النادي الطفل مش بيسمع كلام المدرب، مش منتبه ليه، مش عارف يقلد كده. فبالتالي بقى عندي كذا موقف مختلف، الطفل مش قادر يتحكم في نفسه. هنا تبقى دي شقاوة محتاجة ان احنا نتدخل. ولكن الشقاوة العادية بالعكس، هو بيقولك ان الطفل الشقي اللي بيبقى دايما عايز يعرف كل حاجة هو طفل ذكي. صح، فاهمني حضرتك ازاي؟ أيوة. فبالتالي لو الطفل، اما لو طفل مثلا لا هو شقي عندي بس في البيت، اما مثلا لما بيروح عند ماما لا هو هادي وبيسمع كلامهم وكل حاجة، الحضانة ما بتشتكيش منه، في المدرسة ممتاز. لا، دي مش طفل شقي عنده محتاج تدخل مننا علاجي. لا، ده طفل طبيعي، طبيعي انه يبقى شقي مع اخواته في البيت كده. تقلق امتى؟ يعني تقلق امتى لو عنده قد ايه مثلا؟ يعني لو هي زي ما احنا قلنا ان العلامات المبكره، لو هي مثلا لا هي بتوجه، حاطاه في بيئه سليمه كويس جدا، الطفل في مشكله في انتباهه، لا ما بيدركش، بتقول الحاجه هو مش فاهمها. يعني بتقول له لا وهو مش فاهم كلمه لا، بتقول له ان دي سخن، يكرر الشيء. يعني بمعنى ايه؟ الطفل نعرف ازاي؟ الطفل مثلا لما تقول له على الكهرباء لا، تلاقيه مره واثنين ثلاثه وهو في العمر ده، فتلاقيه وهو رايح بيبص لك. ايوه، عارف ان هو عارف هيعمل حاجه غلط. الطفل اللي بيبقى عنده مشكله، يبقى ده ما عندوش مشكله. طبعا ده ما عندوش مشكله. هو باصص ومستني انك هتزعله، بدليل اول ما تشوفه يقوم جاري مستخبي. هو عارف ان انت كده، ده عنده ادراك، فاهم. فاهمني حضرتك ازاي؟ اما طفل انت بيعيد عليه نفس الحاجه وكل مره بيعملها ومش مدرك، مش بيبص لك، مش عارف، كل مره مثلا بيتلزع ومش مدرك، بيروح يمسك الشمعة تاني. فاهمني حضرتك ازاي؟ أيوة، أيوة صح. فهنا يبقى في مشكله. فابتدي اقلق، ابتدي بقى اوجه واروح للمختص. طب يا دكتور، الطفل المصاب لو انا مثلا لو هو اتعرف على اصحاب في نفس الفئه العمريه معاه مثلا في المدرسه، ده بيكون مفيد ليه ولا مضر ليه؟ يعني ممكن مثلا يلاقيهم مختلفين عنه يزود المشكله عنده، ولا ده بيساعد ان هو يخف؟ على حسب. هو بص حضرتك، يعني طفل ما بيتكلمش خالص ماشي، وحطيته مع اطفال بتتكلم جمل طويله جدا او بتقول حوار، الطفل مش هيقدر. اما حطيته مع طفل مثلا بيتكلم جمله من كلمتين او مفردات لغويه، هتشجعه جدا. ليه؟ حضرتك بتقول لطفل واقف عند السلمه الاولى يلا نطلع عند السلمه الثانيه، عكس لما تقول له ايه يلا اطلع عند السلمه الخامسه. زودت الفجوة، انا مش عارف اطلع الثانيه، فانت ازاي؟ اما طول ما انا قريب من سني او من الفئه اللي جنبي، انا هبتدي اكتسب منهم وهيبقى عندي تشجيع بطريقه غير مباشره اني استخدم اللغه واني يعني القط منهم. ايوه، فاهم ازاي؟ عشان عارف اعمل تفاعل معاهم. يعني بمعنى هو خد الكوره، هو عايز يلعب معاهم وهو بيلعب بكوره، وطفل عمال يقول كوره كوره كوره، هو شايفه ومقلده. فلما اقول له كوره فهي دي سهله عليه، عكس لما اقول له ايه الكوره بتاعتي الكبيره اللي لونها احمر، جمله طويله قوي، الطفل تاه ما بقاش عارف هي دي انهي واحده فيهم اسمها ايه. فبالتالي
انا حطاه مع ناس بتتكلم بس الفجوه كبيره قوي في اللغه. طب دكتور ازاي بقى نعمل سبوت على الموضوع ده من جهه التوعيه، يعني زي فيديوهات او حملات عن المشاكل او جلسات ندوات تكون تحت قياده المجلس القومي للامومه والطفوله او اليونيسيف مثلا، ازاي نقدر نعمل الموضوع ده؟ احنا الحمد لله يعني دلوقتي الاعلام بقى موجه كويس جدا، اكبر دليل المسلسلات اللي ابتدت طبعا توجه ده، بقى في ندوات كتير قوي، الام كمان بقى في ثقافه، يعني الانترنت برضو افاد كتير قوي، بقى في جروبات كتير جدا الامهات بتخش تقول مثلا ده انا ابني كان كذا وبعد كده رحت واكتشفت انه عنده كذا، فبتدي الام تقول ايه ده والله ده انا ابني برضو عنده نفس الحكايه، طب ما اروح اشوف. اهم حاجه الندوات نفسها اللي هي بتبقى زي ما بتقول ايه، بناخد المعلومه الصحيحه، لان برضو مش كل حاجه بتتقال ممكن تكون علميا صحيحه يعني بالذات في الانترنت، لانه مجال مفتوح ساعات بيتكلم فيه ناس بخبرتهم هي، فانت تقولي ده انا ابني كده، لا ممكن يكون ابنك متشابه في الحته دي ولكن هو مش نفس الحاله عشان يمشي على نفس اللي حصل او ياخد نفس الدواء. يعني في ناس تلاقيها على طول بتدي الاوميجا، تقول لك انا جبت الاوميجا عشان يتكلم، طب انت مين قالك ان هو محتاج؟ صح، فاهماني ازاي؟ قد يكون الطفل التاني محتاج وماشي مع دكتور وعنده مشكله تانيه سواء بقى ومحتاج هذا الفيتامينز ومحتاج البتاع ده، انت لا. فبالتالي لا، هو التوعيه الحمد لله رب العالمين ابتدت يبقى في توعيه، في ندوات كتير جدا جدا، ابتدى الاعلام يبقى ليه دور كبير جدا في توعيه الناس في الحته دي. فانا لا، انا شايفه ان ما شاء الله ان التوعيه زادت. انت حضرتك برضه حضرتك قلتي ان العلاج بيختلف من طفل لتاني، فمش شرط ان انا الطفل ده خد العلاج ده اروح ادي مثلا لنفس الطفل التاني. أيوة ده طبعا غلطة. لان في كتير قوي حاجتين، وبرضه كويس ان احنا فتحنا هذا الموضوع. في اهل يخشوا لك يقول لك ايه، انا مش عايز ابني ياخد ادويه. طب ازاي؟ وفي ناس تانية تيجي تقول لك ايه، لا معلش يا دكتور اكتب لي اي دواء عشان يسرع العلاج. ولا ده صح ولا ده صح. الطفل محتاج ايه؟ قد يكون ان انا محتاجه طفل بيخش في تشنجات، طفل عنده كهرباء زياده، طفل عنده مشكله معينه، انا محتاجه علاج دوائي بجانب التاهيل بتاعي. حضرتك تقصدي ان في ممكن مثلا طفل يحتاج علاج تدريبي بس او تاهيلي بس من غير علاج دوائي؟ طبعا، ومن غير علاج دوائي. وفي طفل تاني انا محتاج الاثنين يمشوا مع بعض. فمعلش الحته دي انا مش واخد قرار وانا رايح للدكتور قبل ما اخبط على بابه اقول له انا مش عايز ابني ياخد كذا، لا انا عايز اشوف ابني بيعاني من ايه، ايه الحاجات اللي هو محتاجها لفتره قد ايه، ايه سبب الاحتياج لهذا الدواء. وطبعا الدكتور او المعالج بيشرح الكلام ده كله، يعني بيقول مثلا انا هدي الدواء ده لمده كذا وبعد كده ممكن اقرره، ممكن اقلل الدوز بتاعته، ممكن خلاص هيقف. وفي حد تاني يخش يقول لا انا شايف ان الطفل طبيعي جدا مش محتاج العلاج الدوائي، هو بس هيبقى مع العلاج التاهيلي وده كافي جدا ان شاء الله باذن الله يدينا نتيجه طيبه. تمام يعني. هو طبعا الحلقه انتهت وحضرتك يعني استفدنا كتير جدا من كلام حضرتك، يعني كلام فعلا فاد للساده المشاهدين. طبعا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره لمياء محمد العسال استشاري تخاطب عند الاطفال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك جدا وميرسي جدا ليكم. بنشكركم شكرا جزيلا حضرتك المشاهدين، وان شاء الله استنونا في حلقه ثانيه بكره ان شاء الله، وهنتكلم عن مشكله جديده تخص برضو الاطفال وازاي ان احنا نتعامل مع الاطفال علشان اطفالنا ما يجننوناش. مع السلامه.